خير والله. لا إله إلا الله، النجا شويت، ونسيو الخيج الموضوع يثما سويثما يعيزن يتهمى نغمر. أنا نهضر على واحد الموضوع كيفما كتشوفو في العنوان جد مهم ومتعلق بالأبناء ديالنا، بالتلاميذ ديالنا، بالأسرة التربوية اللي هي البيت الثاني بعد بيت العائلة. نحاول من باب الأمانة، الأمانة الإعلامية أولا، والأمانة الإلهية ثانيا، ومن منطق بلغوا عني ولو آية، نحاول تبارطاجيو باش توصل الفكرة ويوصل كذلك الميساج للناس اللي مهتمة في الموضوع، لأنه اللي غتسمعوه إخواني أخواتي خطير 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 3 مرات، وأؤكد على أنه أخطر من الخطورة. موضوع مسكوت عنه، موضوع تم تحفيظ ملفه في رفوف المديرية الإقليمية لشهور، والمستفيد من؟ هنا السؤال، شكون اللي مستفيد من هذا الشيء؟ اكيد يا ما سويت ما يعيز انا كيون السيورخ شويه السمازيخ شويه تعرف باش كل يجينا يفهم العنوان بقى خطير باش يكونوا استعرض لي الصوره. الامر متعلق سيجي نتحنجات وثاني تام غاف ليكزومبل ذا المثال، والامثله كثيره ومش غتحسم، عجيب جدا متعلق سديجن التلميذة تدرس في الأقسام البكالوريا، فحين جات قاضي الأقسام البكالوريا فالضحية ويجا ذي المتهم ويجا ذي الشيطان في هيئة رجل تدريس ذا الأستاذ ستام خاص ذا الأستاذ وخا وشمي شوية مزدوغ النوم عفاكو. وبهذه القصة العجيبة التي تدور أطوارها في ثانوية من الثانويات بإقليم الناظور وبالضبط بمدينة الناظور، وأنا كنأكد بأنه ما خفي كان أعظم، وأنا كنأكد بأنه ما يقع في مدارسنا الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية دون النظر إلى التعليم العالي، والأمثلة كثيرة من السطات إلى الناظور إلى الرباط إلى فاس، عديدة جدا هي الممارسات اللا إنسانية، الممارسات اللا أخلاقية لكي يكون البطل ديالها للأسف الشديد هو الأستاذ. أدور غير الموضوع،
قبل سنوات خلت كانت العائلة فوقاش كيرتاح القلب ديالها، ونحن نتذكر ملي الأب يمشي يدي الولد ديالو ولا الأم نقارص الشيء راح تسقباض ميسني غادي يجي سطام زيانت التاوي غالمسيد التاوي غالفقيف. هذه غا القرآن كان يرتاح القلب ويستنايم أخميني الأم تاوي ميس غال المدرسة نغتسن ميس يروح غال إعدادية غال الثانوية بحذي غا كان القلب يستريح ويرتاح. في الماضي القريب كان الأستاذ أن يكون رسولا من شدة الاحترام والهيبة والهيئة انقلبت الموازين. والسؤال يطرح ما فايويا من شكب من موسى ذو الوزارة النص ذو خارطة الطريق من الإصلاح مد كيوف ذي الإصلاح ما المشكلة قد المنظومة العامة من الكينونة ما قد الأخلاقيات عدوان فهمت هذا خص فهمهم شوية شوية ناخذ العهد الجديد واخا فحن جاهز النظام سقانخ الموضوع النس ذي المديرية النظر ولكن يخصني إذن إذا باش نفضح مجموعة عن الأمور لأنه يعني تيو الشفار ويشا ممكن تيري ذي الجين رخو شمين يدي خزان نغتشكا ومينو من يدي خزان نغتشكا بابينو يدي خزان ممكن تيري الضحية ذي الجيش فحن جات تقالي الأقسام البكالوريا أسم جوكشت الناس راح انت تقنت شوية من السوايع غايج الأستاذ الأستاذة زي الأساتذة التعاقد لا حول ولا قوة إلا بالله ومن دوم دغياني الأستاذة ذا نقابير ينتمي إلى تمثيلية نقابية ينتمي إلى جسم نقابي من المفروض مع احترامي للنقابات مع احترامي للذوات الحية مع احترامي للمناضلين مع احترامي للأساتذة المكونين مع احترامي لأهل العلم والمعرفة والتربية والأخلاق على رأسنا الأساتذة نغي عزا كل يعرف قدر نفسه الأستاذ الفلسفة المفروض هذه المادة هي أم العلوم وأم الأخلاق وأم التواصل وأم احترام الطفل وحقوق الإنسان. أستاذ ذا نقابي ذا نقابي وذ من ماي بوركي نشوف في غراميس لمي طلع خمانايا يبدا يسير كوين وجديف وقارس ميمي المديرية وتسقى خمانايا ما يمي التنسيقية الآباء أولياء التلاميذ سقان خمانايا ما يمي النقابات سقان خمانايا ما يمي الأسرة التعليمية التربوية سقا خمانايا ما لم يوجبوا لي تجي ثوام ما لم يلو ماشي الضحية هي بنتكم من لحكمكم ودمكم ما فهمتش لاكتشاف القضية فحنجاذا استغلت
جنسيا بين قوسين استغلت استغلال ما الله به عليم. كنبغيش نجرح ويوذموني سمحوا لي العائله ديالها ولا شي حاجه، انا غنهضر بعموم اللفظ لانه اسوه برسولنا عليه الصلاه والسلام اللي كان كيقول ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا، اشاره منه باش نتعظوا للعبره واقصص القصص باش الاخطاء ما نوقعوش فيهم ونردوا البال. مزيان استغليت صح نجاهي استغليت الاستاذ والسبب ما مش غن من دايس يوثن باش نكتشف القصه يا نيغ الموضوع نيغ الكارثه يا نيغ الفظيعه يا اكيد نكتشف لانه ثمن غاك تنجوكش تنس تنجوكش تنسي توغاكي سيتيرين اياك بن خاس زمين ديني العلاقه نجارس نتاد الاستاذه اتجا للاسف الشديد اتراخ المؤسسات التعليميه اساتذه مراهقون اساتذه ضرب زوز مع احترامي المنظومه نيغي الجسم التربوي لانه مازال ديني رخاء مازال ديني ثروه تصرف ولكن صور غاك ربعه حالات شاذه من تلقى ثمجوكش تنس في الناس لي وماس نتحن جاهزة في الناس لي وماس يتصفح الهاتف والتاني تر الإشارة يكنيو الأباء يكنيو قرخون الشين وان دوير وان السين ما القصار نغمط تعبانت ما الهم من وميه وردار قزم وغروم وهم ما الهم من وم يدور الفلوس وها من يسمى ذو نتيوي ما الهم من وم ولو مخطاب ويجي ثوم قشماية سياغ ماية سخماية التليفون يصبح سخماية يعرض يصبح الهم من وم الجميل تخسر غاب عذي وها تلحن الأسرة النظورية من يثور يدور يجيش يعرض من ما يجيش ترحغ الأستاذ ترحغ المؤسسة التعليمية والسين غمش قثمكيا والسين غمانا يا الروديثيا خميد غاثا ويرفض يحظ يوقعني يجي فات الفوت وقع الفأس في الرأس. في الأمس القريب تغا سويت مثل قامتك يناظني قامتك الجيني قبل النظر توجه الوقار بالعفة الجارح تتجاف الجار زدغزاز تراحك يصغى غصب عن الصباح تغار تدور غا 26 تقعد كي صغار صوضا منو عاد يصدع شن الجن وانت يا استاذ كنت منهم فكيف استبحت اكل او نهش او التحرش ببنات الناس شو موعيب وعار عليك امام الضمير ديالك أيها النقابي الفاشل، أيها الصعلوك، أيها الشيطان، يتصفحوا ماس، يتصفح تليفون، يروح غفوتو، يروح غفوتو فيمساح، يروح غفوتو انت ثواد السين، يقد ميزاجور، غيستوغن، يوفد سوا نتحنجا في جمسكين الطمز يا قاصر شما يقاي يتغرر يعني ممكن زي استغاء الاغترار باللغه العربيه ممكن التوهم حلاوه اللسان ممكن تسوق لهذه سبحان اشتامن اشتامن وتقول الاستاذ بانه انت فارس الاحلام انت اللي تبغى يصنع الكوش وما لا عليه ضمعيت يصدمعيت من يوقع سنتي إثني غاد جا الجامعة الجنس مقابل النقاط وما بالك سيش تنطم زيان العقر المسعاد وياصير العقر المسعاد ويمون
عقل مسعى الوين. إذا من ينتقوا الدنيتا نتقوا بأنه يفت صواف في ضارو ذو الأستاذ تحن جاثا في ضارو ذو الأستاذ من يثغث يعني ما يثغث أكيد تفيت بخامنت أكيد يستفيت أو خامنت أكيد تروح غاس أو خامنت أكيد كاكيس رفضي حاف بخامنت اكتشف منايا فكار على الروينه فكار على الروينه والملف في الخو أثير مثير إعلاميا باش حتى مالك تغي خصن أطمصن قضائيا لا باش سنين التنسيق ديال الآباء حشومة وخجن دور نورين مشكورين نمي دارين نخبا أورين ولكن قارص نخو لازم الضغط ولازم الترافع وتعيين محامي من أجل معاقبة الجاني أولا يديرونيه قال قصة وتجيبوه شوف وين ثلاثة وتجيبوه وقع أول مرة ويستنايين قيت وقع ذيني الجن النغمي ذي الأستاذ الاجتماعيات والأمثلة كثيرة ذي المنايا وما خفي النغوم كان أعظم والسبب هو أنه يمكن وان طريقي بشيء استثناء يمكن نسمح حاسنتي استثناء غد قمت مين خسنت نسمح يستثناء غد قمت مين خسنت الأستاذ أرخو تغاث الجلسة أجلت أجلت المحامي الناس حشومة وعيب وعار ديري هاك الأسرة التعليمية وحشومة وعيب وعار النقبة أطرف عن خنمة ديجا دقا والله إلا يقسيت ما مرا شقا والله ما سنغر خو ندور ونفهم والو ونتمنى زي المدير الإقليمي مشكورا ونين جديد مثل وعاروي نتمنى المحيط للمديرية الإقليمية وخصوصا على مستوى رئاسة المصالح يكون هذا الناس قد المسؤولية والسكوت عن أمر متعلق بشرف الأسرة ما نقدروش نسكتوا عليه. النقطة الثانية إذا هذا ملف يجب أن نتركه في يد القضاء الخوذي قبل ذي مسرين نقطة ويستنين نقطة ويستنين خسي والغرخو ما ذنب شنو هو الذنب أيها الأساتذة الكرام شنو الذنب ديال التلميذ على أنه ما تعطي لهمش النتيجة ما تديرش النقاط في مسار شنو الذنب ديال التلميذ والنقطة الثانية شنو الذنب أنه الأوراق ديال الامتحان ما تسلمهمش الإدارة باش يطلع عليها النقاط ديالو يطلع عليهم التلميذ ويطلع عليهم الأسرة ديال التلميذ واش هاد الأساتذة هادو كيصفيو الحسابات مع الحكومة الفاشلة على ظهر تلميذ كيناش تصفية حساب على ظهر الآخر حنا معاكم متضامنين معاكم قلنا لا للتعاقد معاكم كل التضامن مع الأساتذة الشرفاء ولكن مثل هذه الأخلاقيات فلا علاقة لا علاقة لا بالتربية ولا بالتكوين آخر كلام لأنه الموضوع كيقساح القاضي قال الموضوع يقساح
والمضاحكه ماشي تهمي شو غاري عاد ويسير وغاريبو غاريبو ثا وينو خاص نقود غاري ولكن كسي غاس نرهم الجيل يدي قوام جيل يقساح نور نتقود خميغا يقود بنادم تبغي تقود مغاري الشارع هذا كاف صنخي تجيس تبغي تقود مغاخي مني تغيما غاس توع الشير باللغة العامية إني تقنت شاش طامو يارد سيريت سيريت تشاندا تعدى نخي السيفنا تشان تليفونات ني السيفنا ني السماثنا يتحرش سي السماثنا وربما شي يغتصب الأخت الناج خون ذور نتقود حتى داخل أبناء النغلي السماثنا داخل حجرة القسم اذا تمنيخ الفكره تيري في وط وتمنيخ في الاباء ذي الامهات دار نثينيث يثاونس ونتمنى كذلك من جمعيات الاباء واولياء التلاميذ تعرف وتحس بان المسؤوليه ديال جمعيات الاباء واولياء التلاميذ جمعية يعني مهمه جسيمه هو شريك أساسي في المنظومة التربوية والدور ديالو مهم جدا أولا يعرف شنو هما الاختصاصات ديالو يراقب ويكونترولي راه مسؤول على الأبناء ديالنا كاملين السادة المدراء الله يجزيكم بخير لا تتهاونوا مع هذه النماذج السلام عليكم ورحمة الله مش قد تتبرتينو وذي حفظ ربي إيه مثنى غي محضار ذي سمثنى في محضاري السلام عليكم.